Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brothers and sisters, I hope you guys are doing great and I hope you guys are doing well. Today, we are reacting to a Holy Quran recitation. This is by the Qari brothers and this is Surah Al-Imran. We are about to react to it, but before we get started, you know the drill on the channel. Drop a like on the video, subscribe if you are new and hit the bell notification. Without further ado, let's go and let's get it. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا
فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. That was a beautiful, beautiful Quran recitation by the Qari brothers. They sound very effortless in the recitation of the Quran. I'm still learning. I'm gonna get to their level one day. That is my prayer. Inshallah, I'm gonna get there. As soon as I get there, you guys will know I'll be reciting the Quran every day and posting videos about it on this YouTube channel. That was a beautiful surah recitation. I'm still gonna do more recitations, reactions on them as far as them reciting the Holy Quran. I've seen countless videos of them reciting the Holy Quran. They do it very beautifully. They do it very effortlessly, alhamdulillah. Drop a like before you leave. I appreciate every like that I receive. Subscribe to the channel if you are new, and also leave a comment and tell us how you feel about the recitation of the Qari brothers, inshallah. Thank you very much for watching. Drop a like on the video. Much love. Peace.